السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بمشيئة الله هنبدأ ندشن سلسلة جديدة من سلاسل الموجودة على القناة بتاعتنا والخاصة بالبروجرامينج باستخدام الجافا او تعلم اساسيات البرمجة من خلال الجافا. احنا بنركز هنا بشكل كبير ان الشخص اللي هيتعلم معنا او المشارك معنا ان شاء الله المفروض ان ما يعرفش عن البرمجة حاجة خالص، يعني بادئين من ليفل زيرو. فالمحاضرات بتاعتنا هتمشي بالشكل البسيط ان شاء الله. المحاضرات ان شاء الله يعني مش هطول على حضراتكم، طبعا في اول محاضرتين ثلاثة لابد من جانب نظري بسيط قوي عشان تعرف يعني ايه كمبيوتر ويعني ايه هاردوير يعني ايه سوفتوير وتعرف يعني ايه بروجرام وتعرف يعني ايه ترانسليتور يعني ايه كومبايلر يعني ايه انتربريتر، تمام، تعرف يعني ايه بت باينري، اوكي، تعرف يعني ايه بايت، تعرف يعني ايه جيجا بايت، تعرف يعني بروسيسور، تعرف يعني ايه اريثماتيك اند لوجيك يونت، تعرف يعني ايه ريكورد، يعني ايه فيلد، يعني ايه تيبل، يعني ايه بيج داتا، تمام. كل الحاجات دي هنعرفها ان شاء الله في اول محاضرتين ثلاثة، اوكي، محاضرتين نظري كده بصوت خالص ان شاء الله ندردش مع بعض، نعتبرهم دردشة. اهم ما في الموضوع ان مفيش حاجة صعبة، لان معظم الناس بتتكلم على ان البرمجة حاجة صعبة، يعني مفيش حاجة صعبة في كافة العلوم، الموضوع محتاج قدرات، والقدرات دي هتغطي جانب كبير من يعني اختلاف المهارات عند بعضنا. فلو حضرتك عندك إرادة يعني يوشك الباب أن يفتح من كثرة الطرق، طالما أن أنت بتحاول إن شاء الله هتتعلم، وأنا إن شاء الله بعد ربنا هكون معاك إن شاء الله، نبدأ إن شاء الله نتعاون مع بعض نسمع بعض إن شاء الله تمشي الأمور بشكل طيب بيننا وبين بعض إن شاء الله في خلال القرص بتاعنا. احنا هنتعلم من خلال الجافا. وليه الجافا؟ الجافا والبايثون والسي احد اللغات الثلاثة اللي بيتبادلوا المراكز الثلاثة الاول في معظم الاحصائيات، ودخول السمارت فون والموبايل ابس والتطبيقات الديستريبيوتد وتطبيقات السيرفرز خلت الجافا دي يعني بشكل كبير بتحتل المركز رقم واحد او اتنين، تمام. طبعا عشان تكتب برنامج عاوزين نعرف يعني ايه برنامج، عاوزين نعرف يعني ايه هاردوير، انت بتكتب برنامج على ميدي. لو قلت لحضرتك النهاردة يعني ايه كمبيوتر، اكيد كلنا الذهن بيتبادر الى جهاز الكمبيوتر اللي موجود على المكتب، سواء كان ديسكتوب او كان لابتوب، ده كمبيوتر. لكن الموضوع مش كده. الكمبيوتر اي جهاز في الدنيا، اي ديفايس، اوكي، يقدر ان هو يخزن بيانات ستور، ويقدر ان هو يعمل بروسيس. يعني ايه بروسيس؟ يعني بيعمل معالجة. يعني مثلا حضرتك الساندوتش مثلا ب2 ريال، ب2 جنيه، ب5 جنيه، انا عاوز 5 سندوتشات، عاوز 5، يبقى 5 في 2 ب10 مثلا. الكيلو التفاح مثلا مش عارف ب10 جنيه، اوكي، عاوز 5 كيلو، يبقى انا هضرب، اوكي، عاوز احسب مثلا حاجة زي البادي ماس اندكس، الناس اللي بتعاني من السمنة او الناس المهتمة بالوزن بتاعها، دي حاجة اسمها البادي ماس اندكس، وعلى فكرة موجود كموبايل اب النهاردة تقدر تنزله، بيحسب لحضرتك مؤشر تبع منظمة الصحة العالمية عبارة عن الوزن على طول تربيع، يعني وزن حضرتك الويت على الطول بتاع حضرتك الهايت، اوكي، تربيع، تمام، ده البي ام اي. فعشان تعمل الكلام ده محتاج تقسم ومحتاج ترفع لباور، ده اسمه بروسيس، تمام. وبالتالي جهاز الكمبيوتر ده اي بروجرامبل الكترونيك ديفايس قادر ان يعمل ايه الاول؟ يأكسبت الداتا، ياخد البيانات. يعني مثلا هياخد من حضرتك الويت، هيطلب الوزن ويطلب طول حضرتك، فمحتاج الكمبيوتر محتاج يأكسبت الداتا، يقرا بيانات، ثم يعمل بيرفورم، يعمل بروسيس، يبدأ ينفذ عمليات حسابية، يقسم ويرفع مثلا الأس، ثم يعرض الخارج على الشاشة، يقول لي والله البي ام اي مثلا في البرنامج ده وليكن مثلا ب22، اوكي. وبالتالي بناء على التعريف ده، اي بروجرامبل ديفايس، اي جزء الكتروني قادر ان اكسبت بيانات، قادر ان يعمل لها بروسيس، قادر ان يعمل لها ديسبلاي، ده عبارة عن كمبيوتر. طب ايه رأي حضرتك النهاردة في الموبايل اللي مع حضرتك وانت مشغل عليه حاجة خاصة بالهيلث، بالصحة او بالسبورت، وبتجري او بتعمل سايكلينج، اوكي، او بتلعب كورة او بتعمل رانينج، والجهاز بتاع حضرتك بيأكسبت ديتا، بيعرف ان انت بتتحرك ولا لا، صح؟
وبعدين بيعمل لها بروسيس ويبدأ يطلع لك كيرفات عن السرعة المتوسطة، وقطعت كام كيلو وسرعتك كانت كام، صح كده؟ يبقى ده ايه؟ يبقى السمارت فون ده برضو عبارة عن مين؟ عبارة عن كمبيوتر، تمام؟ ايه رأي حضرتك في الغسالة، اوكي، الواشنج ماشين اللي موجودة في البيت عند حضرتك؟ بتاخد قراءات، بتقرا بيانات، بتاكسبت داتا منين؟ من مجموعه الحساسات اللي موجوده، بتعرف درجه الحراره، بتعرف درجه الاتساخ بتاع الملابس، بتعرف الوزن، اوكي، بتعرف الباب مفتوح ولا مقفول، بتعرف البرنامج، صح؟ يبقى هي بتقرا وبتعمل بروسيس، بتبدا تشغل الدرام، اوكي، وبتبدا تشغل البامب، وبتبدا تقفل الباب، تعمل اللوك بتاع الباب، وتبدا تنور حاجات معينه، اوكي، وتبدا تحرك يمين وشمال، وتبدا تشطف، وتبدا تعصر. يبقى دي بتعمل ايه؟ بتعمل بيرفورم، اوكي، وبتبدا تعمل كمان ديسبلاي للخارج. طب ايه راي حضرتك لو في روبوت معين، الروبوت برضو الويسكر بتاعته او الحساسات، اوكي، او عن طريق الانفراريد بيعرف ان في قدامه اوبستكل، عائق، ويبدا يتجنبه وكانه بيشوف، ويقدر يعمل بروسيسنج، ويقدر يسمع. ايه راي حضرتك ده يعتبر كمبيوتر؟ طب ايه رأي حضرتك لو فتحت الموبايل النهاردة وقلت، لو موبايلك مثلا اندرويد، وقلت له مثلا اوكي جوجل مثلا، اوكي، او قلت مثلا هاي سيري مثلا، او قلت حاجة خاصة بامازون، اللي انت بتعمل ويك اب للموبايل بتاعك عشان تباور سبيتش ريكوجنيشن، تشغل الاسيستنت اللي موجود على الموبايل لما بتطلب منه حاجة صوتية، يبقى هو بيأكسبت انبوت، بيعمل بري بروسيس، وبيعرف انت ولا مش انت مثلا، وبعدين ينفذ الامر. طب ايه راي حضرتك لو التي في، التلفزيون، وانت ماسك الريموت وبتختار البرنامج اللي انت عاوز تتفرج عليه، او بتعمل فوليوم اب او فوليوم داون، بتعلي الصوت وتنزله، يبقى هو بيأكسبت انبوت، بيعمل بري بروسيس او بيعمل بروسيسنج، بيشتغل وبعدين بيعرض خارج. يبقى التلفزيون يعتبر كمبيوتر، صح؟ الغسالة، الكارت بتاع التحكم يعتبر كمبيوتر، السمارت فون تعتبر كمبيوتر، الروبوت يعتبر كمبيوتر، اوكي. طبعا في انواع كتيرة جدا من الكمبيوتر، والتابلتس والمين فريم والاخر. الكمبيوتر يقدر ان هو يعمل عمليات حسابية، اوكي، تقدر توصل لبيليون انستراكشن بير سكند، بيقدر يعمل 10^9 انستراكشن بير سكند، او عملية في الثانية الواحدة، يعني واحد وقدامه 9 أصفار، تمام؟ طيب، ودي حاجة كويسة جدا. طيب ايه الحاجات كمان اللي عاوزين نقولها في هذا الموضوع؟ من الحاجات الغريبة في الموضوع، من السرعات الرهيبة يعني، الصين عاملة سانوي تايهولايت، لو انا نطقت الاسم صح، ده سوبر كمبيوتر، والسوبر كمبيوتر ده بيستخدم في ابحاث الفلك والفضاء والويزر فوركاست، توقعات بالمناخ وحاجات شبه كده، تمام؟ لو قسموا السرعه بتاعته على سكان الكوكب بتاعنا، في الثانيه الواحده، كل ثانيه، كل فرد موجود على الكوكب نصيبه 12 مليون عمليه في الثانيه الواحده. شفت الكمبيوتر الخطير ده، السوبر كمبيوتر ده، لو توزعت سرعته على سكان الارض في الثانية الواحدة، نصيبك كل ثانية، نصيب كل فرد في سكان الكوكب 12 مليون عملية، سرعة رهيبة جدا طبعا. ودي القصة بتاعت الموضوع، ان الكمبيوتر بتاع حضرتك ده، القصة اللي فيه انه بيعمل عمليات حسابية سريعة جدا، تمام كده؟ طيب الكمبيوتر كمان بيقدر عشان يعمل حاجة او عشان يشتغل، لازم يشتغل يعني بعناية او تحت اشراف مجموعة من الاوامر المتتبعة، مجموعة اوامر متتبعة. مجموعة الاوامر المتتبعة دي مع كده بيتقال عليها مين؟ بيتقال عليها بروجرام. فالبرنامج ده ممكن يكون برنامج بتاع مثلا وليكن مرشح انتخابي نازل الانتخابات، او حكومة، او رئيس عنده برنامج، والبرنامج ده عبارة عن مجموعة خطوات مرتبة، يعني في كثير من الأحيان الخطوات دي ما ينفعش تغير ترتيبها، صح؟ والبرنامج ده بيأدي وظيفة، يعني مثلا هصحى من النوم، هتوضى، هصلي، هفطر، هنزل الجامعة، ده برنامج، تمام؟ اقرأ الوزن، اقرأ الطول، ربع الطول، اقسم الوزن على الطول تربيع، اطبع البي ام اي، دي خطوات كلها او انستراكشن. فالهاردوير
بدون البروجرام ملوش لازمه خالص. اوكي، ده من الحاجات الخاصه بالكمبيوتر. يبقى احنا عرفنا دلوقتي يعني ايه بروجرام، اللي هو عباره عن سيكونس من انستراكشن. طيب الكمبيوتر على الدوام يعني مكون من هاردوير. الهاردوير ده الاجزاء الماديه في جهاز الكمبيوتر بتاع حضرتك، الاجزاء الماديه زي الكيبورد، يعني لما تحتاج تدخل حاجه للكمبيوتر من خلال الكيبورد او من خلال الماوس او من خلال الهارد ديسك او من خلال الميموري الستيك ميموري او الفلاش ديسك الصغير ده اللي مع حضرتك. تمام. اللذيذ في الهاردوير ان في واحد اسمه جوردن مور، ده شريك في شركة انتل. شركة انتل دي اكبر الشركات المصنعة للبروسيسور المعالج او مخ الجهاز. مور ده لاحظ حاجة، ان كل 24 شهر تقريبا السرعات بتاعت البروسيسور والميموري كباستي بتتضاعف. يعني كل حاجة في الدنيا سعرها بيزيد الا اسعار الكمبيوتر. تلاقي ممكن السعر يكون ثابت اوكي، لكن الحاجة اللي معاك السنة القادمة اكتر سرعة والكباستي اكبر كباستي، صح؟ طيب ايه بقى الهاردوير ده؟ لان عشان تكتب برنامج، واذا كان الكمبيوتر بتاعك بدون برنامج ملوش لازمة. طيب يعني النهاردة محتاج ان انا ادي للكمبيوتر سيكونس او انستراكشن، امره يعمل حاجة، ومجموعة الاوامر دي بتشكل البرنامج. طب ايه الهاردوير اللي موجود في الجهاز الكمبيوتر ده؟ الهاردوير ده كل الاجزاء المادية، وعلى الرغم من اختلافات الديزاين او التصميمات المختلفة لاجهزة الكمبيوتر اللي في الدنيا، الا انها كلها بتتشارك بشكل كبير في شوية حاجات، منهم الانبوت يونت. يعني انت محتاج ان الكمبيوتر بتاعك يدخل له معلومات، هتعمل له انبوت. هتدخل انبوت ازاي؟ والله لو انت عاوز تكتب بايدك هتدخل على الكيبورد، عاوز بالماوس تحرك الماوس او توجه الموفمنت بتاعتك او الحركة بتاعتك يبقى عن طريق الماوس. عاوز تاخد لوكيشن ممكن تدخله عن طريق الجي بي اس. طب ايه رأي حضرتك في الموبايل بتاعك لما بيعمل اوتو روتيت، لما تلفه يمين وشمال؟ طب وانت بتجري بيه بيشعر ان انت بتجري او راكب عجلة او ماشي او وقفت؟ عن طريق الاكسلروميتر. اوكي، فده يعتبر انبوت. طب حضرتك لعبت جيمينج قبل كده وقعدت على الاكس بوكس؟ طب شفت الكاميرا الكينكت الخاصة بالاكس بوكس؟ طب لعبت وي ومسكت الريموت بتاع الوي؟ اوكي، ده كله يعتبر مين؟ input unit. يبقى الـ input unit هي مسؤولة عن إدخال المعلومات للبي سي، لأن حضرتك محتاج تعمل بروسيس، صح؟ فعشان أعمل بروسيس محتاج تعمل input، وعشان تعمل input محتاج وحدات طرفية تسمح لك بدخول المعلومة. الوحدة الثانية المهمة هي وحدات الخارج. طب والله حضرتك عملت بروسيس، يبقى ده الكمبيوتر بتاعك محتاج يخرج بره، بيعمل output، بيخرج خارج. هيخرجوا على ايه؟ معظم اجهزة الخارج هتتم عن طريق السكرين، عن طريق الشاشة، وممكن تخرج عن طريق ان انت تطبع، عن طريق البرينتر. بس يعني الناس النهاردة متجهة ان الموضوع يبقى جرين ويبقى environmentally او friendly environment، او عفوا environment friendly يعني صديق للبيئة، فمش محتاج ورق. حتى وانت بتسحب من البنك بيعرض عليك ان انت ما تطبعش الايصال يعني. تمام. ممكن الخارج بتاعك يتعرض عن طريق سبيكر، او ممكن تعرضه عن طريق فيديو. طب ممكن الخارج اللي انت حسبته عن طريق البي سي ينتقل الى الانترنت، او ممكن يعمل كنترول على روبوت. يعني ممكن خارج واعمل بي كنترول على روبوت من خلال مين؟ من خلال البي سي. تمام. طيب الحاجات المهمة جدا في هذا الموضوع كمان من الوحدات المهمة هي الميموري يونت. والميموري يونت هنا لما بتكلم عليها فنقصد الرام او البرايمري ميموري، او بيتقال عليه ميموري، اللي هي الميموري ستيك اللي موجوده داخل جهاز الكمبيوتر. والميموري دي بتخزن المعلومات بشكل تمبوراري. يعني ايه تمبوراري؟ يعني مؤقت، يعني مع انفصال الكهرباء، مع فصل الباور، هتلاقي المعلومات اللي موجوده بتتطاير، مسحت. طب الرام دي بتعمل ايه؟ الرام دي بتخزن بشكل مؤقت البيانات. يعني حضرتك لو دخلت معلومه من الكيبورد هتروح فين بعد الكيبورد؟ هتدخل على الميموري. طب ولما تيجي تطبع الخارج قبل ما يروح على الخارج هيبقى فين؟ في الميموري. تمام. طب قبل ما بياناتك تتخزن تخزين مؤقت دايم، عفوا قبل ما بياناتك تتخزن تخزين دايم على حاجه اسمها السكندري ستورج الهارد ديسك، هتبقى موجوده فين برضو؟ في البرايمري ميموري. تمام. دي القصه بتاعه البرايمري ميموري او الميموري، او بتقال عليه الرام او الراندوم اكسس ميموري.
نيجي بقى لمين؟ لمخ الجهاز. مخ الجهاز بالنسبه لنا هو الاي ال يو، الارثماتيك اند لوجيك يونت، دي وحده الحساب والمنطق، ودي بتعمل حاجتين، بتعمل ارثماتيك وبتعمل كمان غير الارثماتيك بتعمل كمان الكونديشنال او الكونديشنال، ايوه بتعمل كمان الكونديشنال او الريليشنال. يعني تقدر مثلا تعمل اكبر من، اوكي نغير اللون شويه، يعني تقدر تعمل اكبر من، اقل من، اكبر من او يساوي، اقل من او يساوي، ويساوي مثلا، ولا يساوي مثلا، حاجه شبه كده. الارثماتيك ده جمع وطرح وضرب وقسمه، اوكي، فده الاي ال يو. والاي ال يو ده جزء منين؟ جزء من المعالج المركزي السي بي يو. والسي بي يو ده في حاجتين، في الاي ال يو زي ما قلنا، وفي حاجه تانية كمان اسمها الكنترول يونت، بس احنا مش ذاكرينها هنا. فدور السي بي يو عامه بتعمل كوردينيت وسوبرفيجن، ده بالظبط عامل زي المايسترو، عامل زي المايسترو اللي بوجه الفرقه، مين يشتغل، مين يقف، مين البيانات تتنقل منين لفين، تمام. بالظبط عامل زي اللي بيعزف على المايسترو بتاع الفرقه او الاوركسترا، ان هو بينسق وبيشرف على العمليات اللي بتتم داخل جهاز الكمبيوتر، المعلومات تتنقل منين لفين، امتى البروسيسور يشتغل، طب خارج البروسيسور يروح يتحط في الميموري، طب يروح عند ادرس فين، وقصه معينه كده. كمان اللذيذ النهارده ان البروسيسور ده النهارده بدانا نشهد ان المعلومات شغاله سايملتينيوس، يعني بالتوازي، وبالتالي ما عندكش بروسيسور واحد، كانك عندك على الشريحه الواحده مثلا اتنين بروسيسور، ده بيتقال عليه ديوال كور، في اتنين بروسيسور مع بعض. او ممكن تلاقي مثلا كواد كور، كواد كور اللي هو رباعي النواه، اربعه بروسيسور مع بعض على نفس الاي سي. وده بيساعد في ايه؟ لو انت عندك البرنامج تقدر تقسمه وحدات لا تعتمد على بعض، يعني مثلا عندك اتنين تاسك مش مرتبطين ببعض، يعني مثلا هروح اشتري حاجه من السوق واروح مثلا اشتري حاجه من مكان تاني، فالحاجتين مش مرتبطين ببعض، فلو انت عندك اتنين هتبعتهم يعملوا المشوارين دول، فيبقى انت كده قسمت الوقت على اتنين. فاذا كان البرنامج فيه بلوكات زي دي تقدر تقسمها او تقدر تشغلها ان بارل بالتوازي، هيبقى فكرة الكواد كور والديوال كور مميزة جدا. تمام كده يا اخوانا؟ انا مش عاوز اطول على حضراتكم، عاوز المحاضرات تبقى قصيرة ان شاء الله. على فكرة المحاضرة دي سجلتها قبل كده وكانت واخدة حوالي 30 دقيقة لان كنت ضامن محاضرتين مع بعض، لكن سجلتها تاني عشان خاطر حضراتكم ما تملوش. معلش الجزء اللي في الاول نظري، محاضرتين ثلاثة احنا بندردش مع بعض، استحملونا. لكن ان شاء الله على وعد، ان شاء الله لو بذلت مجهود كبير معايا هتلاقي بعد كده ان البرمجة دي شيء ممتع وشيء لذيذ جدا وهتستمتع بيه ان شاء الله. اتمنى في الختام ان المحاضرة تحوز على اعجاب حضراتكم. يعني معلش عاوز اسمع تملي الطرف الثاني، يعني حضرتك عاوز اسمع منك المحاضرة كانت كويسة، لا مش كويسة، الدنيا كويسة، الصوت كويس، الإلقاء كويس، المادة العلمية كويسة. طبعا احنا بنستعين بمجموعة من التكست بوك المشهورة جدا اثناء التحضير بتاعنا. في كل محاضرة ان شاء الله هسيب لحضرتك الريفرنس، ان مهما كانت المحاضرات قوية جدا، عفوا مهما كانت المحاضرات يعني انت مستمتع بيها، الا انها ما بتغطيش كل حاجة في الدنيا، هي مجرد بداية في الموضوع، لازم تقرا ولازم تقرا كتير جدا. بالتوفيق ان شاء الله والتقي بكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.